تم ترشيحي من جهتنا لملكة جمال العرب 2018 وأمثل المملكة العربية السعودية، والسفارة هي التي تمت رشحتني. طيب، هناك البعض من المغردين يقولون إنك لست سعودية، هل أنت يعني سعودية أم هناك غير أب أو أم غير سعودي؟ نعم، أنا سعودية قبيلية، أوكي، والأم مصرية، ولكن أنا سعودية من أهل نجد وأحمل الجواز السعودي، ولا يحق لأي شخص أن يشكك في هذا الأمر، وسوف يعاقب من يشكك في جنسيتي. طيب، تستطيعين القول، تتعرضين ربما لهجوم من قبل أناس على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تقرأين التعليقات؟ كيف تنظرين إليها؟ نعم، أنا أقرأ التعليقات وأضحك على التعليقات، لأنه هم ما أعطوني حتى فرصة أني أثبت لهم إيش أقدر أسوي لهم وإيش ممكن أغير في المرأة السعودية. كل اللي تكلموا عليه الحجاب الحجاب الحجاب، أوكي، مننا ممثلات سعوديات وإعلاميات وبنات نص السعوديات نصهم لا يلبسون الحجاب، إيش، وفي بنات يلبسون الحجاب، وأنا أشجع بنات بلدي بالحجاب، وأنا إذا في أحد يعارضني على الحجاب يقول الله يهديها، مش يسب بنت بلده ويشكك فيها، هذا غلط. طيب، هل تستطيعين القول الأخرى يشجعون بنات بلدهم؟ طيب، يعني السعودية في هذه المرحلة ربما تشهد انفتاحا إلى درجة ما، هل تستطيعين القول أن السلطات في السعودية تبارك مشاركتك في مثل هذه المسابقة؟ نعم، أنا أشرف المملكة العربية السعودية، وهذا ما سأثبته لكم عما قريب، وعن كل شيء أنا راح أسويه. طيب، بالنسبة، هل تتوقعين الفوز في هذه المسابقة كملكة جمال العرب مثلا؟ نعم، بإذن الله. الجمال ما هو كل شيء، الجمال الخارجي أولا، الجمال الداخلي هو قبل أي شيء، والثقافة